اخر حاجه بس دي المقدار، انه لما تيجي تتكلم في الدين الناس بيقوم بتضايق ويقول لك هنا شوف يا سيدي احنا خلينا واقعيين واقعيين، الداري خلي الدين يمشي خليه طوالي، هو الدين ده اخترعنا احنا؟ ما حد اخترع الدين ده، دي حاجه جاتنا من فوق احنا جبناها. انا شخصيا لو في زول كفر هنا ما عندي غيره تجاه الموضوع ده، ما له ماله خلاص مشي طريقته. هو مفتكر يعني هو كفايه جدا انه يكون حكم مزول فسد انك تخلي الاسلام مره واحده خلاص يا مولانا، يعني دي شيء ما بيضر الحياه وتجديد في شيء يعني خلاص. لكن انت كزول مدين ما دار تتكلم في الدين، لانه لو اتكلمت بهاجموك لا مولانا تراجع دينك شوي معلش تراجع. المساله بسيطه كده، ما هو انت قال تاريخ المتدينين ده شو؟ امشي اقرا القران ولا انا غلط امشي اقرا القران. المدين ده اصلا دي عيشته كده للاسف الشديد دي عيشته كده المدين ده. الكافر ده اصلا عيشته كده بيبرطع وينطط بتاعه مبسوط وبيشرب خمرته بتاعه وقصته ومادته وكده وبيكفر وقليل ادب معروف. عيشت المدين ده ربنا خدت له تصميم معين، عنده دورات تاريخيه بتحصل له زول المدين. الكلام ده في القران الناس امشي اقروه بتمعن كده بيحصل شنو للناس المؤمنين سائل اسلموا خليه ده لنصلحه. بتجي دوره تاريخيه انت بتؤمن كويس بتشتغل بتفهم دينك بتاخذ الاسباب الماديه بتطلع فوق بتصهر على الناس وبتنتصر بتهزم الكفار والملاحده الدول كل الناس المجانين ديل وبتعمل حضاره زي ما حصل في التاريخ الاسلامي وحصل مع الانبياء كثير بتعبر وتنجو من فرعون وداود بيخش القدس وامور تمام بتكون جيوش ومكاثر بكم الامم وفي مؤتوى كده. الله صمم الحكايه دي انها بتشتغل كويس، لكن لابد لو قريت التاريخ انه الدوره التاريخيه بتجي راجعه كده من اقدار الله سبحانه وتعالى بتجي بتستضعف ثاني بترجع ثاني حاجه صغيره تعبانه الناس بتنهش فيك. لو كنت نبي بيحصل لك الكلام ده. اسي في انبياء احنا ما نعرفهم مش كده؟ في نبي بيبعث اول النهار بيقتل اخر النهار، ده كل اللي عمله. بس جاء قال انا كده بوجهك بوجهك انتهت المساله. وفي نبي بيمشي ويطلع معه ناس يعني مثلا زي موسى يعني جلب بني اسرائيل جزء امن جزء ما امن. الامنوا مشابهون بفرعون عذبوه امتحان السحر، الصفوا منهم ناس طلعوا منهم صفوه. الصفوة دي ذاتهم فرعون سكون عدقون البحر، في ناس اتخاذلوا وفي ناس مشوا صفوة. الصفوة دي ذاتهم شو كل مرة بمحس قاموا مشوا في خش الأرض المقدسة قالوا فيها قوم جبارين ما بنمشي. من الناس اللي عدوا الاختبارات دي كلها ده كده طبيعة المسألة كده. لو انت مفتكر وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال كده قال أنا ما بخليك ساي ابتلاء ده معناته تصفية طوال يشوف الصح منه والغلط منه الصح منه والغلط منه، منو اللي كان بيمثل؟ منو اللي بيضحك؟ منو المستهبل؟ منو اللي جاك؟ أسئلة اللي حاولت تجديدي مع أسو مستضعفين نحن مش كده؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة وفلسفة كده نحن ما تنتهي أكثر من كده، لكن يعني بعد شوية لو الحكاية اتفتحت بتلقى البلد كلها حاولت تجديد، نقد التراث البتاع، نقد حداثة المنظمة شنو تعرف للمرأة التجديد، بتلقى كده. لكن لو حصلت أي حاجة الله ما داري يشوف بيكذب دمه وبيستهبل منه بتحصل التصفية. انت لو قدر المساله تصبر عليها. انا واحد من الناس ما بتنازل عن الخطاب الديني لانه حصل ثوره في البلد وكان في نظام اسلامي ها والناس حيقول لي ما دايرين دين قبل كده ان شاء الله يفضل لي زول واحد هم دول منو ما دايرين الدين ديل منهم ذاتهم جبابره عباقره يعني قاده جيوش ما اثنين ثلاثه اربعه عندهم نفسيات في البلد يعني يا اخي قول مليون زول يعني انا اخلي اسلامي لانه الناس مكتشناني ما حباني يعني اخلي الدين ما اتكلم فيه يعني انت يوم القيامه تيجي تقول له يقول لك انت ليه ما تكلمت في الاسلام والله لانه كان في تجمع مهنيين وكان في مشاكل في البلد واي زول بيتكلم بيقولوا كوس هتكون دي اجابتك؟ اذا انت تراجع الموضوع على الاسلام ده وتصبر عليه وتعرف انه دي دورات تاريخيه. شكرا جزيلا.